حسين يا غريب. أخبار تأتينا عن زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، وأنها تعدل حجة وعمرة مع رسول الله، 10 حجج و10 عمرات، 100 حجة، أخبار موجودة إلى 1000 حجة. أحيانا الخطوة التي يخطوها الإنسان هي حجة وعمرة. طبعا الحج المستحب، لأن الحج الواجب لا يضاهيه شيء، فأهل البيت عندما يتحدثون عن زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه يشيرون إلى الحج المستحب. يعني أنت الآن مخير بين أن تذهب إلى حج بيت الله الحرام حج مستحب لأنك ذهبت إلى الحج الواجب، أو أنك تذهب لزيارة الحسين. يقول اذهب لزيارة الحسين، لأن زيارة الحسين هي التي تحفظ مناسك الحج وتحفظ الحج كله. هذا المعنى. الآن أنا مثلا أقرأ عليكم رواية ينقلها معاوية بن وهب، وهو من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول دخلت على الإمام أبي عبد الله الصادق فوجدته ساجدا وسمعته يقول في سجوده، وهذه الرواية الآن أقرأها لكم، وهي موجودة في كامل الزيارات وفي البحار وفي كتب أخرى لزيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يقول معاوية بن وهب دخلت على أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق وهو في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه ويقول يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين. يعني قبر أبي الحسين، الحسين هو أبو الإمام الصادق لأن هو من أحفاده من أبنائه، وزوار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما الذين أنفقوا، هؤلاء الزوار الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم في برنا، ورجاء لما عندك في صلتنا يا رب العالمين، ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا. تأملوا هذا الزائر الذي يذهب إلى الحسين ماذا يصنع؟ وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضوانك، فكافهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد، لأنه يعلم أن الجبابرة والطغاة يقفون لهم بالمرصاد، واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم. هذا يدعو لزوار الحسين سلام الله عليه. وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم، تركوا أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم وجاءوا الحسين. بعد ذلك اسمعوا الإمام ماذا يقول. يقول اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم، أعداء آل محمد أعداء أهل البيت استهزأوا بزوار الحسين. يقول اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم، يعني خلافا لأعدائنا. ثم بعد ذلك يقول الإمام الصادق فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا. ثم يقول وارحم تلك الصرخة، الإمام يريد صرخة، مأتم العزاء وزيارة الحسين رجال ونساء وأطفال وبكاء، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش. يقول فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد، فلما انصرف قلت له جعلت فداك، لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي ما أقربك، يقصد الحج المستحب،
علما أن قسم كبير من علمائنا الأبرار يرون أن زيارة الحسين واجبة ولو بالعمر مرة واحدة، فقال لي: ما أقربك من الحسين؟ فما الذي يمنعك من زيارته عن زيارته يا معاوية؟ ولم تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك، لم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال لي: يا معاوية، معاوية بن وهب، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض، لا تدعه لخوف من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده. ثم يقول له: أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لأن رسول الله يدعو لزوار الحسين. أما تحب أن تكون غدا في من تصافحه الملائكة؟ هؤلاء زوار الحسين. أما تحب أن تكون غدا في من يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن تكون غدا في من يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا الحديث العظيم، وفي أحاديث أخرى عندما نقرأها وهي موجودة في كتب الزيارات جميعا، الإمام الصادق يقول للحسين بن ثوير وهو من أصحابه: يا حسين، إنه من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي عليه السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة، وإن كان راكبا كتب الله له بكل حافر حسنة. وهكذا بقية الأحاديث التي تبين أن الإنسان بمجرد أن يهم بزيارة الإمام الحسين، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. وهذه الأخبار التي أردناها عليكم وقرأتها عليكم تبدأ ولا تنتهي، لأنها من أحاديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه.